وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أرحب بكم يا أهل القرآن في مستهل هذه الدورة، والتي سأشرح فيها بإذن الله تبارك وتعالى وبعونه وحوله وقوته مثال في القرآن الكريم. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا ولكم في هذا العمل، وهو أمثال القرآن الكريم. لقد اهتم ربنا تبارك وتعالى بهذا الأمر، وذكر الكثير من الأمثال في كتابه العزيز لما لها من أهمية. عموما، هذا اللقاء هو اللقاء الأول، مقدمات مهمة. أود أن أتعرف على مفهوم أمثال القرآن. ما مفهوم أمثال القرآن؟ ما أنواع الأمثال في القرآن؟ ما فوائد ضرب الأمثال في القرآن؟ ما أهم المؤلفات في أمثال القرآن؟ ما منهج الدورة في تفسير أمثال القرآن أو في تناول أمثال القرآن الكريم؟ أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. أمثال القرآن من الأمور المهمة، يكفي فيها قول ربنا تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي قال الله عز وجل فيها عن أهمية الأمثال وتحدث فيها عن أهمية الأمثال. قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وفي سورة الكهف قول ربنا تبارك وتعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقال ربنا تبارك وتعالى: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وغير ذلك من آي القرآن الكريم. فهيا بنا نتعرف على مفهوم أمثال القرآن وأنواع الأمثال في القرآن، وما الذي سندرسه في هذه الدورة منها، وفوائد ضرب الأمثال في القرآن، وأهم المؤلفات في دراسة أمثال القرآن، ومنهج هذه الدورة، والذي أرجو أن يكون هذا المنهج منهجا تفاعليا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.